وللحديث عن الذكرى 98 للاحتلال الإيراني للأحواز العربية وتأكيدات الأحوازيين على ضرورة استقلال الأحواز عن إيران، معنا من كامبيرا رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز الأستاذ ميثاق عبد الله. أهلا ومرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام كوادر قناة الرافدين الموقرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية، ما هي المقومات التي بنى عليها الأحوازيون إصرارهم على رفض محاولات تصفية القضية الأحوازية وأحقية هذه القضية؟ طبعا منذ عام 1925 ميلادي حاول الاحتلال الفارسي وبكل الطرق طمس هوية الشعب العربي الأحوازي وتصفية القضية الأحوازية من خلال التغيير الديموغرافي والتهجير القسري والتطهير العرقي، ولكن لم ينجح. ومنها أهم المقاومات التي كانت تقوم على القضية الأحوازية والشعب الأحوازي هي التمسك بالهوية العربية التي لم يستطيع الاحتلال طمسها في الأحواز مهما نفذ من سياسات إجرامية على مدى 98 عام مضت. والشعب الأحوازي شعب حر أبي يأبى الضياع أو الانصياع تحت أي محاولة فارسية حاولت من خلالها خلال هذه السنوات، وما لم تظهر القضية الأحوازية على الإعلام العالمي وعلى الإعلام العربي ولم يعرف عنها حتى بعد أن وصل الاحتلال إلى عمق الأراضي العراقية، وكانت هنالك انفراجة لرؤية العالم للجرائم التي ترتكبها إيران في داخل العراق وثم سوريا وثم لبنان وحتى وصولا إلى اليمن. فالشعب الأحوازي متمسك بمبادئه العربية والإسلامية وبعاداته وتقاليده، ولم يتنازل قيد أن ملعن هذه العادات والتقاليد وعروبة خاصة مهما فعل الاحتلال الفارسي ونفذ من سياسات إجرامية محاولا طمس هوية الشعب العربي الأحوازي بكل الطرق والوسائل. ما هي أهمية استمرار دعم القضية الأحوازية بالنسبة للمنطقة العربية، وكيف ستؤثر على معادلات القوى في الخليج العربي؟ طبعا بكل تأكيد لولا احتلال الأحواز لما احتلت العراق، ولولا احتلال الأحواز لما احتلت الجزر الإماراتية، ولولا احتلال الأحواز لم يكن الآن مضيق هرمز تحت سيطرة دولة الاحتلال الفارسية. بكل تأكيد الأحواز هي الركن الركين للأمن الخليجي والأمن العربي بشكل عام، وهنالك أهمية جديرة علينا أن نذكرها وهي أهمية الأمن القومي العربي. استطاعت إيران زعزعة الأمن في المنطقة العربية والتوسع في المنطقة من خلال الأحواز بعد أن جعلتها قاعدة لعملياتها العسكرية واستخدمت ثرواتها النفطية والزراعية وغيرها الكثير، وتغلغلت واستطاعت أن تدعم من هذه الأموال ميليشيات الإرهابية في المنطقة. فالبعض من يعول على تغيير النظام فهو خاطئ، إنما الأمن والأمان للمنطقة العربية يأتي بعد تحرير الأحواز. أستاذ ميثاق، هل كان مقصودا من الدول التي تقاسمت الشرق الأوسط عدم التفاتها لخصوصية شعوب المنطقة ومصالحها القومية أو التنموية المرتبطة بتحقق انتماءاتها التاريخية؟ بكل تأكيد قوى الشر والظلام في العالم والقوى الصهيونية والماسونية والقوى التي أرادت تقسيم هذه المنطقة كانت تريد وجود خلافات داخلية لتنمية هذه الخلافات وبيع السلاح والاستمرارية الزعزعة الأمن، حيث أن استقرار المنطقة لن يخدم هذه الدول التي قسم المنطقة ولم يستطيعوا من خلالها تهديد هذه المنطقة، لم يكن هنالك فيها مشاكل وتقلقل وزعزعة للأمن حتى أن يستطيعوا من خلالها بيع السلاح ومن خلالها السيطرة على هذه المنطقة بدعم جهة والتخلي عن جهة أخرى، حتى أن تستطيع أن تعتبرها أن عملية ليس عملية استاتيكية ثابتة وتجعلها عملية ديناميكية متوسعة ومتغيرة في المنطقة، حتى أن يستطيعوا أولا التحكم بهذه الشعوب للأسف من خلال أن الدعم الخارجي التي يأتيهم هذه الشعوب المناهضة إن كانت للاحتلالات. على سبيل المثال مثلا إذا اتخذنا الشعب الأحوازي اليوم أو الشعب الكردي في جغرافيا ما تسمى إيران أو حتى في كردستان العراق، بكل تأكيد كان هناك دعم خارجي من أجل استخدام هؤلاء ضد الأنظمة المتواجدة، فلذلك لم يعطوهم انتماءهم التاريخي وقسموهم على حساب
نظرية التغلغل وزعزعات الأمن في هذه المناطق وغيرها. الكل يعلم أن إيران زادت من نسبة توسعها في المنطقة وتغولها أيضا، وزاد خطرها وتنامى بشكل كبير جدا. إلى أي مدى يمكن أن تشكل قضية الأحواز معيارا جديدا لتشكيل جديد في المنطقة؟ الشعوب العربية شعوب حية وبدأت تتعرف على الأحواز والأحوازيين، حيث نحن في السنوات الماضية القليلة لم يكن لدينا أحوازيين في الخارج، وكنا محاصرين من قبل الاحتلال ولم نستطيع الوصول والحديث عن قضيتنا في مكان أو في عالم حر. ولكن الآن أصبحت الشعوب العربية تعلم عن قضية الأحواز، والشعوب العربية شعوب حية لم تستطيع حتى الأنظمة أن تتحكم فيها. وعلى سبيل المثال حينما احتلت العراق ذهبت الشعوب العربية من كل حدب وصوب للعراق من أجل الجهاد ومكافحة الأمريكان التي غزوا العراق، وحتى على سبيل المثال ما قبلها كانت أفغانستان وغيرها الكثير من الأمثلة. فالشعوب العربية تستطيع التمرد، والشعوب العربية تستطيع التوسع، والشعوب العربية تستطيع التحرر من كبوتها بالرغم من بعض الحكومات العميلة للولايات المتحدة الأمريكية أو لإيران. إلى أي مدى يمكن التعويل على شعوب المنطقة بالوقوف مع الشعب الأحوازي مع غياب الدعم الرسمي وتراجعه أيضاً؟ نعم، للأسف الشديد هنالك علينا أن نكون صريحين أن هنالك تراجع كبير في الدعم العربي الرسمي للقضية الأحوازية، ولكن ما زالت الشعوب العربية شعوب حية، ما زالها تدعم القضية الأحوازية ولو إن كان لم يكن بالمستوى المطلوب. ولكن أنا أعتقد أن هناك من واجب علماء الأمة، من واجب علماء المسلمين، من واجب أحرار العالم الحديث عن القضية الأحوازية والضغط وتشكيل مظاهرات في الدول العربية من أجل نصرة القضية الأحوازية وتعريفها للعالم. وهناك نحن للأسف الشديد حتى الآن لم ننجح بشكل كبير بتوصيل صوت قضيتنا الأحوازية وبتوصيل هدفنا السامي للعالم. للأسف الكثير من يعرفنا بإيرانيين للأسف، وهذا ما نحن لم نقبله ولن نقبله. فعلينا أن نناشد احنا احرار العالم، ونناشد علماء امتنا العربيه والاسلاميه في العالمين العربي والاسلامي على تعريف القضيه الاحوازيه وعن الحديث عنها وعن ادانه الجرائم خاصه التي ترتكبها ايران بحق الاحوازيين وبحق الاسرى والمشانق التي تنصب للاسف ضد الاحوازيين في شوارع الاحواز زورا وبهتانا، ضد المناضلين الاحوازيين التي يناهضون بالاحتلال. ولم يكن في العالم الحر هناك اي هدف من سجن او اعتقال او قتل اي مواطن ان كان يناهض الحكومه سياسيا وغيرها. ونحن الان نواجه احتلال فارسي قدار اثبت من سلوكياته لم يحفظ وعد ولن يرعى حق. نعم. من كامبيرا رئيس حركه رواد النهضه لتحرير الاحواز العربيه الاستاذ ميثاق عبد الله، كنت معنا، شكرا جزيلا لك عبر سكايب.